FM. الكلمليك. كود كار. الكلمتين سفيان قبل نمشيو للاخبار. ما هبطش تصويرة هكا متاع هكا بيزو في خرج قبل ما يعطينا بوسة. حكاية البوس باش السياسيين هبطوا ديزيماج هكا متاع بوس على خلفية الحادثة اللي وقعت هذيا. وحتى أم الشاب اللي شدوه على خاطر حاكموها لبوسة هو وصديقته معناها قابلها البارح لما شدوه متاع فرنسا. وثم ياسر الناس مستائين يقولوا معناها كيفاش بوسة تهد الحبس 6 شهور حبس كمان فارمة بريزون فارمة هو والفتاة. والحكاية خذت بعد حتى دولي لأن تشوف الصحافة الدولية وشفنا حتى في القنوات التلفزية ولا القنوات التلفزية قاعدة تخرج وفي الجرائد كذلك وغيره. معناها نطرح تساؤلات كبرى تجاه ما ينافي الحياة ما هو معناها. ثم ناس قالوا زاد علاش التكفير ما يتحكمش وبوسة تعمل لها هكايا. بون تجاهل ما في الحياة موجود في القانون وما دام موجود في القانون يعاقب عليه. لكن هل طفل وطفلة قاعدين في كهرباء وشدوهم وغيره وتولي قاوق كبير وتولي مشاكل كبيرة وتقوى بعد دبلوماسية. وشفنا معناها سفير فرنسا كاتب البارح حاجة مهبط معناها خليفة لاجل مهبط في الستاتيو نتاعو. الحكاية معناها ولات الحكاية خذت بعد آخر. اسكو نافي بوزوان دو سا معناها هالبوسة باش تؤدي إلى صورة كاملة نتاع بلاد وبوليميك معناتها واحد يتم زي سبع بيات في عينيه شكون يفتح بيته لمهرجان نتاع بوس وشون يحب يعول من البوس تداعيات ولا دونك وي ماكش مهاب تصويرة معناتها لا ما زلت بوليميك ما زلت. كاب اف ام الكلمة ليك.